بسم الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا سيدنا يا عظيم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني ربي يصف هؤلاء الكفار أنا أهل الشيطان بأنهم جهال لتاريخ شعوب سبقتهم بالمعاصي والشرك والعدوان على وحدانية المولى سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام. لهذا يقول ربي كم أهلكنا، ما التو ما فقتوش من جهلكم بنهايات كارثية لمن سبقكم في هذا المسار، مسار الكفران والاعتداء على حرمة الرحمن. الحال نتاع الكرب هي بل زاد ملا فاقمت أمورهم الشائنة لهم. شوف الكلاب خاصة ولي عاد مملكة لا سعودية، فماذا اشتهر عموما؟ اشتهر بأن لما صورته بمال سرقه من بيت مال المسلمين، قال مال مالي هذا، زاد كذب، زاد ورط روحه مع الرحمن، وزاد جرأة على الرحمن يقتل كل من اشتبه في أمري ولا جا شكون شوشو، قالوا فلان راهو يخفي أمرا قد يضرك يوما ما فعجل بالقضاء عليه مثلا. وهذا ليس بغريب في كلاب هذوما اللي قطاع طرق ولو توم ملوك وأبناء ملوك وتسع طرق المملكة نتاعهم المملكة الشيطانية، إلا من رحم ربنا بطبيعة الأمر. الملك فيصل رحمه الله علمنا عنه الخير أكثر من الشر، نسأل الله السلامة في كل أمر.